مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير عليكم جميعا. كتبت نشيدا للرذاذ عن الحياة، عن الدوات، عن الطغاة، عن الثغاة، عن المياه، عن الشجر، عن طفلة ظلت تفتش في مساحة أرضها، عن خططوا لله خطر، عن صبية فقدوا شليل بحثوا عليه في جيوب الأرض، في كل الدروب تشتتوا بحثا وما وجدوا أثر، عن نيلنا هذا الوفير لنا برغم عقوقنا، ونظل نحكيه ونشكو همنا، أشواقنا، آلامنا، أحلامنا، ما مل يوما أو أصيب بعشر فيض من ضجر، عن صبحنا صوت المزارع والمحالج والمدابغ والمدارس كيف بح الصوت وانقطع الوتر، عن ليلنا لون الثقافة والتبتل والتصوف كيف ذاب اللون وانفك السمر، هذا نشيد السحب كيف نبثه، أذن السماء تلمه غيما إذا المولى أمر. تحية لكم جميعا وتحية لهذا الوطن بكل هذا التنوع الذي يشكل الذات السودانية والوجدان السوداني. ودائما حديثنا من خلال صباح السبت هو في دروب مختلفة في محبة هذا الوطن والانتماء لهذه الحضارة العريقة ولهذه الثقافة والموروث الثقافي. تحية لكم صباحا ولهذا الوطن.
ما عندي يا ما عندي يا خا ما عندي يا رب.